أهلا بكم. لم يتبقى أمام الكتل السياسية سوى أيام قلائل للاتفاق على الرئاسات، في وقت تتجه المفاوضات إلى حكومة أغلبية وطنية يتولى تشكيلها ثلاثة أطراف هي التيار الصدري وتحالف تقدم والتحالف الكردستاني. الاجتماعات الداخلية لتشكيل جبهات موحدة انتهت بالفشل، لا سيما بين أقطاب القوى الشيعية والسنية، حيث كان الإطار التنسيقي قد عقد اجتماعا مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لم يسفر عن أي اتفاق. وتشي المصادر التي زودت وان نيوز بمعلومات حصرية تقول أن انقساما واضحا تعيشه العملية السياسية في العراق مع وجود جبهتين داخل كل من القوى الشيعية والسنية والكردية، خاصة وأن تلك اللقاءات التي شهدها البيت السني إذ لم تتوصل إلى إقناع تحالف تقدم بالتخلي عن ترشيح زعيمه محمد الحلبوسي إلى منصب رئيس مجلس النواب، لأن تحالف عزم يؤكد على ضرورة أن يتولى المنصب شخص آخر، ولديه ثلاثة مرشحين سيختار أحدهم، وصاحب أبرز الحظوظ هو خالد العبيدي، لكن يستبعد التوصل إلى اتفاق مع تحالف تقدم على مرشح واحد يمثل الجبهة السنية لتمسك الجميع بموقفهم. الصراع بين القوى السياسية يتمثل بمحورين، الأول يجمع التيار الصدري وتحالف تقدم إذ ليس لديهما مشكلة على منح ولاية ثانية لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي، والآخر يمثل الإطار التنسيقي وتحالف عزم الذي يريد إجراء تغيير يطال جميع الرئاسات، ولعل ترجيح كفة أي منهما مرهون بموقف القوى الكردستانية. إذن كيف تحل الأزمة؟ جواب هذا السؤال مرهون بحصول اتفاق على أي منصب بالتفاهمات مع القوى السياسية من المكونات الأخرى، بمعنى أن هذا التفاهم قد يدفع باتجاه الذهاب إلى خيار توافقية مرة أخرى، مما يشكل انتحارا سياسيا للكتل الفائزة في الانتخابات.